استرجاع ولاعة من الحرب العالمية الأولى، يعني لها أكثر من 100 سنة. الولاعة ماخذة شكل رصاصة رشاش، وأعتقد أنها مصنوعة من النحاس بحكم أن كثير من الولاعات القديمة كانت تتصنع من النحاس. ولعل هالمقطع فرصة لكم أنكم تعرفون كيف كانت تعمل الولاعات قديما، يعني وش نوع وقودها وكيف كان يتخزن الوقود. وهذا السؤال راح نجاوب عليه، قد يبدو غبي ولكن كثير ناس ما تعرف عنه، اللي هو كيف يتولع هذا الوقود. حاليا بالولاعات الحديثة اللي تعتمد على الغاز يتولع وقودها عن طريق القطعة الصغيرة الكهربائية اللي تنتج شرار كهربائي خلنا نسميه. أما قديما فكان يعتمد إنتاج الشرار على احتكاك حجر الصوان بالبكرة، والشرار يلامس الفتيل اللي هو متشبع بالوقود فبالتالي ينتج النار. طيب لو تسألني الحين وتقول لي وش هو الفتيل، الفتيل يا طويل العمر هو اللي وصل الوقود من مخزنة إلى مكان مقارب للبكرة. ويتميز الفتيل إنه مصنوع من مواد تسمح له بامتصاص الوقود وتوزيعه إلى كامل أطرافه. والوقود هو عبارة عن سائل مخصص للولاعات، في ناس كانت تستخدم الغاز ومواد أخرى، وكل وقود له سلبيات وإيجابيات. وبمكان الوقود في قطن، واللي وظيفته يحفظ الوقود لمدة طويلة وكذلك يمنع من التسرب، وفي ناس تستخدم قماش أو شاش أو مواد أخرى غيرها. وبعد ما عرفنا كيفية عمل الولاعات قديما، عندي سؤال، وصاحب أفضل إجابة راح نتوج تعليقه في الحلقة القادمة. والسؤال يقول وش اللي يميز الولاعات الحديثة اللي وقودها غاز وشرارها كهربائي عن الولاعات القديمة نفس اللي بالمقطع؟ ولازم المميزات ما تكون مذكورة في هذا المقطع، زي إن وقودها غاز وشرارها كهربائي. صاحب المقطع الأصلي مذكور اسم قناته في اليوتيوب تحت، واستمتعوا بباقي المقطع.